السلام عليكم ومرحبا بكم والف مرحبا في شهيوات دار الباشا. الاقتراح ديالنا لهذا اليوم غادي يكون عباره على خبز المشويات وخبز الشيش كباب غزال هشيش لذيذ، وغادي يكون واحد الكفته ديال الدجاج مصوبه بواحد الطريقه جديده وزوينه. نتمنى انها تعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يوصلكم ديما الجديد. مرحبا بكم. نبداو على بركه الله فيما يخص المقادير. عندنا كيلو من صدر الدجاج، عندنا واحد فليفله حاره، عندنا جوج ديال الفلفلات حلوات، عندنا جوج ديال البصلات، وعندنا واحد القبيطه ديال القزبر والمعدنوس. غادي نشلطوا جميع هذه المكونات. غادي نشلطوا الفلفله رقيقه بزاف بحدها، ونشلطوا البصله تكون رقيقه بحدها، ونقطعوا نهاشيو حتى هو القزبر والمعدنوس يكون رقيق. وبالنسبه للسطاج ديال الدجاج غادي نرجعوه كفته ورجعوه باش نكملوا المقادير. فيما يخص الفليفله الصغيره فكتبقى حاره، كتبقى فاكولتاتيف، بغيتوا ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها ممكن انكم تعوض بربع معلقة ديال السودانيه، ولا ممكن انكم ما ديروهاش نهائيا. الفلفله بعد ما فرمناها مزيان غادي ناخدوها ونديروها في واحد الشبيكه ونصفوها من الماء ديالها. شوفوا البنات، صفوها من الماء حتى ما يبقاش فيها الماء نهائيا، حيت هذاك الماء اللي كيبقى حاجنا فيه. غادي ندوزو نوجدو البصله حتى هي بنفس الطريقه. غير فرموها فرم رقيق بزاف. حتى هي البنات غادي ناخدوها ونخرجوا من هذاك الماء اللي غادي نزيدوه على الماء اللي عصرنا اللي بقى لينا من الفلفل. بالنسبه القبطه اللي عندنا ديال القزبر والمعدنوس غادي نديروا لها لا ميم شوز، ولكن ما غاديش ناخذوا الماء ديالها. حنا حاجتنا غير في الماء ديال جوج بصلات متوسطين والماء ديال جوج فليفلات حمرين بلديين متوسطين. بالنسبه للصدر ديال الدجاج غادي نهزو منه بشويه بشويه ونطحنوه في هذا الهاشوار. اللي ما عندهاش الهاشوار توقف على مول داند ولا مول الدجاج ولا السيد اللي خادت من عنده، توقف عليه حتى يطحنوا ليها باش ما يدير فيه ني عطريه ني هذيك الشحمه ديالو، لانه حنا غادي نحتاجوا لاغريس، ولكن ماشي ديال ما تخليش يدير لك شي حاجه. خديه نوتر صدر ديال الدجاج، يا اما طحنيه في دارك يا اما وقفي عليه عند الجزار حتى يطحنوا لك وتشوفيه بعينيك. صدر دجاج من بعد ما فرمناه هو هذا، غادي نزيدوا عليه جوج بصلات اللي فرمناهم وحيدنا لهم الماء ديالهم. غادي نزيدوا عليهم الربطه ديال القزبر والمعدنوس، كميه القزبر والمعدنوس. غادي نزيدو عليهم فلفله حمراء، هادو جوج فليفلات صغار متوسطين اللي حنايا هشيناهم وحيدنا ليهم الماء. وغادي نزيد عليهم واحد جوج معلقات كبار ديال الشحمه ديال الكلاويد الهرمي. الا عندكم ديروها كترطب صدر ديال الدجاج، ما عندكمش كتبقى فاكولتاتيف ما ديروهاش، المهم هي راه كتنسمو كيجي غزال بهاد الشحمه. انا دائما كنجيب هاد ليدام هذا الشحمه وكان نهاشيها مزيان، ولا كان نديرها وكان نديرها في ميكات وكنديرها في المجمد. الوغ التوابل ديالنا اللي كنحتاجوا ليها، هنا عندنا معلقه كبيره وشويه ديال الفورس، عندنا معلقه صغيره ما كاملاش ديال بابريكا، عندنا شويه ديال الابزار، عندنا الملح كتبقى حسب الرغبه، عندنا واحد المعلقه كبيره غازي ديال الدجاج القلي، وعندنا هنايا مبشور ديال الحامض الليمون. غندير هادشي كامل وغادي نخلط جميع هادشي اللي عندي. خلطو مزيان البنات باش الكفته ديالنا تنسم والكباب ديالنا يجي زوين.
بالنسبه للشيش كباب ديالنا ديال الدجاج، كناخذوا شويه ديال الماء بارد من بعد ما خلينا واحد 3 سوايع. دونك كنهزو هكذا، شلبنا 3 سوايع اللي كتجمع هاد الكفته، هاد الشيش كباب ديالنا. هو الماء يكون بارد، الماء بارد حداك. ها انتم البنات، دابا غادي ندهنوهم شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندخلوهم واحد ربع ساعه، وغادي نخرجوهم نسقيهم بالصلصه من كلتا الجهتين ونرجعوهم يتحمروا. بالنسبه للصلصه، الو هنا عندنا الماء ديال البصله وعندنا الماء ديال الفلفله، غادي نزيدو عليهم تقريبا ثوم حتى نصيص ديال الفص ديال الثوم، واحد معلقه ديال الكاتشب، نزيد شويه ديال الكاتشب، كنزيدو واحد تقريبا بحساب 2 معالق حتى 3 ديال زيت الزيتون، كنزيد واحد 2 معالق ديال مطيشة الحك. الله، كنخلطو هاد لاصوص، كندهنو بيها الشيش كباب ديالنا، وفي نفس الوقت غادي ندهنو بيها الخبز اللي غادي يتقدم فوق منه. بسم الله، نبداو على بركة الله فيما يخص مقادير الخبز الشيش كباب او الخبز التركي. هذا الخبز هذا ممكن اننا كيصلح لجميع انواع الحشوات، كاينين فيه 2 ديال الانواع، كاين نوع كيتخدم بالماء وكاين نوع كيتخدم بالحليب، بجوجهم رائعين رطبين، وخا ديال الفران كيبقاو ان سيمين حتى 10 ايام ما كيقصحوش. بالنسبه للمقادير ديال هذا الخبز ديال الشيش كباب، كنحتاجو فيه 500 غرام ديال الدقيق الابيض، كنحتاجو فيه 12 غرام ديال السنيده، كنحتاجو فيه 9 غرام ديال الملحه، كنحتاجو فيه 12 غرام ديال زيت الزيتون، وهنا درت 10 غرام ديال الخميره حبيبات، وكنحتاجو فيه 350 غرام ديال الماء يكون بارد. انا دائما كنعطيكم في المقادير ديال الخبز كنعطيه لكم مضبوطين، لانه كنكون استعملتهم مره وجوج ثلاثه، دونك ضبطت فيهم المقادير. بالنسبه للنساء اللي ما عندهمش ميزان، فيكتفيو انهم يديروا معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون وتكون وافيه، ويديروا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الكيميائيه، او يجيبوا هذيك الساشي ديال 10 غرام. وبالنسبه للماء غادي يكون تقريبا واحد 2 الكيسان ديال العنبه تماما. ان شاء الله المقادير ديالنا كلها نديروها في العجانه، ومني تعجنها وتسدلكها غادي نوريكم لا تيكستور ديالها. بالنسبه للعيالات اللي ما عندهمش العجانه، غادي يتعاملوا مع هذا الخبز بحال كيتعاملوا مع الخبز اللي كنكونوا حنا كنعجنوه بالدقيق. الدقيق الفورس ما كيبغيش انك تخوي ليه الماء كله، يعني انت كدلكيه وكتبقاي تنقطي الماء وكدلكيه، ما كتعطيش الماء كله من الاول تيجري لك، حيت في الاخر غادي يقصح والفورس كيبقى يتجبد. دونك ديري كلشي والماء بقيت تخوي بشويه بشويه، هذوك 2 كيسان اللي عندك خويهم بشويه بشويه عليك وعطيه للدليك، ومني تسالي الدليك ديالك كديريه في واحد الساشي ديال بلاستيك وتخليه يخمر تما. الخمره الاولى يدوزها في ساشي دو بلاستيك، هذيك الساشي كتخلي ان الخيوط ديالو كتطلق وكيتسدلك لك وكيجي مرخوف. ان شاء الله دابا غادي ندلكوه ونرجعو فيما بعد. العجينه ديالنا من بعد ما دلكناها عطيو البنات، تكونوا كتعاملوا مع العجينه تعاملوا معاها بحال شي تحفه فنيه باش تعطيكم الطوع
وتمشي معاكم كيف ما بغيتو. هانتوما البنات، هانتوما شوفوا العجينه ديالنا تبارك الله، شتي كتحاول ما تقطعش. دونك حنا غادي نهزها، هي هذه العجينه ديالي، انا غادي نهزها. هذه خديت هذه الباسينه درت ليها شويه ديال زيت العود، غادي نخليه هنايا حتى تخمر ونرجع ليها باذن الله. البنات الخبز ديالنا شيش كباب هو هذا، خرجوا منه الهواء، غادي نقسموه كل يقسموا على حساب القياس اللي بغى. الناس ديالنا من بعد ما قسمناهم نتوما تفنوا في الاشكال اللي بغيتوا، انا غادي ندير نص اوفال والنص غادي نديرو داير، غادي نديرو ليه شويه ديال الدقيق وتحاولوا تبسطوه يكون رقيق ان شاء الله، وتحطوه يخمر وتدخلوه للفران. بالنسبه للفران البنات غادي نشعلوا عليه الفوق والتحت بحال غادي نطيبوا الخبز ديالكم. غادي ندخلوا اللاطه الاولى واحد 8 حتى 10 دقائق، ديروه في الرف الوصاني وتسنوا عليه يتنفخ. الا بغيتو يجيكم حمر مزيان خليوه، بغيتو غير يحمر غير شويه راه هو راه بالزربه تيطيب. ها نتوما البنات هنا راه بدا كيتنفخ، ومن بعد ما كملت دخلت له هاد اللاطه الثانيه، ما تخليوش يخمر بزاف غير راه خمر الخمره الاولى، دابا الخمره الثانيه غير شويه ودخلوه ان شاء الله للفران، راه كيجي غزال ورطب. الخبز ديالنا خرجناه من الفران، الشيش كباب ديالنا وجد، خدينا الخبز ديال التورطيه دهناه بهذيك لاصوص اللي دهنا بها الكباب ديالنا، وقطعنا واحد البصيله، ممكن انكم تزيدوا شويه ديال المعدنوس، هذا التقديم كيبقى لكم حريه الاختيار، كل كيقدموا بالطريقه اللي بغا، انا اختاريت انني نقدموا بهذا لافاسون، وان شاء الله نتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم. وما تنساوش البنات دائما تبارطاجيو القناه. الناس اللي ما كياكلوش صدر ديال الدجاج على اساس انه ناشف، فدابا ما بقاش عندكم مبرر، راه هاد الصدر كيجي رطب وهشيش ومندي من الداخل غزال تحمقوا. بالنسبه للخبز اللي عجناه مع بعض فهو هذا، انا غادي نحلو قدامكم، كيجي مفشفش طالع رطب، ممكن انكم تستعملوه في هذا الاقتراح هذا، وتستعملوه مع جميع انواع المشويات ومع جميع انواع لي ساندويتش، كيجي مغاير شكل جديد وكيبقى رطب واحد المده طويله، حتى الا ما درتوهش في الثلاجه ممكن انكم تحتفظوا به غير على برا وكيبقى مزيان. ساكن معايا